فككت عناصر الشرطة لولاية بسكرة شبكة وطنية تمتهن تجارة الحبوب المهلوسة تتكون من 7 أشخاص خلال عمليتين منفصلتين. العملية الأولى قامت بها عناصر الأمن الحضري الثاني، حيث تم حجز كمية من الأقراص المهلوسة بصندوق السيارة الخلفي، وتم توقيف شخصين. أما كما تمكنت عناصر الأمن لمكافحة المخدرات في عملية ثانية من حجز كمية أخرى من الأقراص المهلوسة نوع إكستازي ليبلغ مجموع المحجوزات أكثر من 11,000 قرصا مهلوسا. التغطية لعلي رحاب. تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية بسكرة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 7 أفراد في عمليتين مختلفتين تمتهن ترويج الحبوب المهلوشة والمخدرات الصلبة. العملية الأولى قامت بها قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني، مكنت من حجز ما يفوق 11,000 قرص مهلوس مع توقيف 5 أشخاص. العملية الثانية قامت بها فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية بسكرة، تمكنت من خلال معلومات وتوقيف سيارة من نوع بيكانتو من حجز ما يفوق 230 قرص مهلوس من نوع إكستازي، يعني من نوع المخدرات الصلبة.